أهلا بكم من جديد. لكل فعل رد فعل، وربما هذا ما أصاب الأوروبيين الذين انهار عليهم سيل من العقوبات، أو الذين انهمروا بسيل من العقوبات على سوريا ليجعلوها بذلك أكثر، على روسيا عفوا، ليجعلوها بذلك أكثر دولة تتعرض للعقوبات عالميا. لكن يبدو أن في هذه المسألة ضرر وضرار، فما القصة؟ وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية أن مزيدا من الأوروبيين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية. الوكالة قالت إن نصف السكان، أو قالت الوكالة إن نصيب السكان القادرين على تلبية الاحتياجات إذن بصعوبة كبيرة يزداد يوما بعد يوم، وذلك استنادا إلى نتائج استطلاع رأي في 10 دول من الاتحاد. هذه التطورات تأتي في وقت حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة من استمرار الارتفاع الغير مسبوق لأسعار السلع والمواد الغذائية في العالم، لا سيما في القارة الأوروبية التي تعيش أزمة تضخم هي الأكبر عالميا وسط توقعات باتساع نطاق الأزمة. في العموم ترتبط معدلات ارتفاع الأسعار في أوروبا بحجم التضخم، وأيضا بالتداعيات الخاصة بالتهديدات المتبادلة بشأن واردات النفط الروسي، في ظل انقسام أوروبي بشأن مواضيع اقتصادية وسياسية وأيضا عسكرية، فضلا عن نزعة استقلالية متنامية. مؤخرا مسؤولون ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قالوا إن التكتل يبحث استغلال أموال كانت مقررة من قبل فترة لمشروعات تنموية في إفريقيا لدعم دول معارضة بشكل كبير لتبعات أزمة الغذاء العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا. في أوروبا يزداد خناق الأزمة الاقتصادية على المستهلكين، فعشر دول أوروبية أصبح سكانها القادرين على تلبية الاحتياجات بصعوبة كبيرة أو بصعوبة يزداد بحسب بيانات يوروستات. وكان البلغاريون في الوضع الأكثر خطورة في الدول التي شهدت الاستطلاع، حيث قال 39.8% من المشاركين فيها إنهم مروا بصعوبات أو صعوبات كبيرة في تغطية النفقات الضرورية. وأظهرت بيانات يوروستات أن واحد على الأقل من بين كل خمسة واجه صعوبات أو صعوبات كبيرة في تلبية الاحتياجات في بلغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وفرنسا في الربع الثاني من عام 2022، ومر الفنلنديون بصعوبات أقل، حيث تحدث 11% منهم عن صعوبات أو صعوبات كبيرة، وقال 40.5% إنه يمكنهم الوفاء بالاحتياجات بسهولة أو بسهولة كبرى. من بروكسل ينضم لنا الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات. دكتور رمضان مساء الخير، أهلا بك معنا. التضخم إذن في أوروبا يصل إلى مستوى قياسي جديد، وتباطؤ النمو الاقتصادي مستمر ويتزايد بشكل كبير. هل باتت أوروبا قريبة جدا من مرحلة الركود الاقتصادي؟ اليوم يتم التحذير من أن المواطن الأوروبي أصبح لا يستطيع أن يعيش حياته اليومية بشكل الذي كان عليها من قبل. هنا التساؤل عن حال المواطن، هل سيستطيع المقاومة أكثر؟ مساء الخير سيدة خديجة، لك وللمشاهدين تحية. الحديث الأقرب إلى الصواب هو تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين الأوروبيين، هذا صحيح، وهذا جاء حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية جراء حزم العقوبات. هي بدأت تتدهور القدرة الشرائية لدى شريحة هامة من المواطنين الأوروبيين إبان جائحة كورونا وأثارها الكارثية، وتراجع الكبير في قدرة المواطنين. شهدنا في فرنسا مظاهرات السدرات الصفراء التي سبقت حتى كورونا، عندما ذهبت الحكومة لرفع بسيط سعر الوقود الخاص بالتدفئة لمدة أشهر طويلة، مظاهرات عنيفة كانت في شوارع كل معظم المدن الفرنسية لتراجع القدرة الشرائية أو رفضا للغلاء. فما بالكم بعد 3 أو 2 عامين من الجمود الاقتصادي والتراجع الكبير في الاقتصاد الأوروبي جراء كورونا، ومن ثم دون أدنى فترة انتقالية نخرج من كورونا
آثارها الكارثية على الاقتصاد والقدرة الشرائية، نصطدم بحرب أثرت على الدول حتى البعيدة جدا عن الصراع، فما بالكم في أوروبا التي تعتبر هي الجبهة الثانية بعد أوكرانيا في مواجهة روسيا، والمتضرر الأكبر بعد روسيا وأوكرانيا هي دول الاتحاد الأوروبي على الأقل اقتصاديا. نعم، يعني هذا أيضا ليس فقط على الداخل الأوروبي والمواطن الأوروبي، وإنما أيضا كيف يمكن أن يؤثر على الشركات التجارية الأوروبية الخارجية. أوروبا لديها شركات مع دول مختلفة في العالم، يعني وما بين الاستيراد والتصدير أيضا فيما يخص البضائع. هنا اليوم مستقبل هذه الشركات ومستقبل الاقتصاد الأوروبي. من المبكر الحديث عن مستقبل الشركات، لأن هذه شركات لديها رأس مال ولديها استراتيجية تحميها على المدى. لا، ليس الشركات، الشركات مع الخارج، الاتفاقيات. الاتفاقيات لا زالت يمكن احترامها مع ارتفاع في الأسعار هنا وهناك، ولكن أوروبا لديها اقتصاد قوي وصلب، وإلا لما كانت تصبر على هذه السنوات الثلاث العجاف، وزال بالإمكان أن يصمد الاقتصاد الأوروبي. نحن نتحدث عن القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي التي تأثرت. ارتفاع أسعار الطاقة أثر على المواطن وعلى الشركات الصغرى والمتوسطة. الشركات الصغرى والمتوسطة حصلت على ضمانات ودعم مالي من خزينة من صناديق معينة مالية لدى الاتحاد الأوروبي، وفرتها إبان جائحة كورونا وتوفرها الآن في محاربة تضخم الأسعار أو ارتفاع أسعار الطاقة. كل هذه الأمور لديها نوع من العلاج الغير كافي، ولكن اقتصاد أوروبا القوي سمح لها بمواجهة كل هذه الكوارث. لكن إلى متى؟ يصعب التنبؤ متى يمكن أن تنهار هذه الشركات أو تعلن إفلاسها. هناك عشرات من شركات الطاقة في المناسبة بيعت وأغلقت في الأشهر القليلة الماضية، إما تم شراؤها من قبل الحكومات المحلية، والغالبيتها تم شراؤها أو تم السطو عليها من قبل شركات أمريكية وبنود أمريكية هي التي استفادت مما حدث في أوروبا من غلاء أسعار الطاقة وخاصة النفط والغاز. طيب، هنا ما الحلول المقترحة دكتور رمضان فيما يخص المواطن؟ إن نعلم بأن الدول الأوروبية يعني المعروف عليها أنها تهتم بالمواطن، هناك يعني حتى نوع من الدعم يقدم للمواطن، حتى يعني من لا يعمل لديه ربما رواتب شهرية، هناك الكبار في السن يتم الاهتمام بهم. هنا يتم الحديث عن دول يعني يتم نظر إليها أنها دول متقدمة وتهتم بحقوق الإنسان وتعنى بالمواطن. اليوم ما الحلول إذا ما كانت القدرة الشرائية للمواطن تأثرت بهذا الشكل الكبير، وممكن أن تصل إلى بعض الاحتجاجات الاجتماعية والاضطرابات الاجتماعية، فما الحلول التي يجب أن تتخذ على مستوى الدول الأوروبية؟ وهنا تكمن الكارثة. الكارثة أن المواطن الأوروبي مرفه إلى درجة هو نفسه غير راضي عنها. المواطن الأوروبي يختلف عن المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين أو في أفريقيا. هناك من يعمل يأكل ومن لا يعمل لا يأكل. هنا في أوروبا هناك صناديق ضمان اجتماعي تكفل المواطن الذي يعمل والذي لا يعمل والذي والمريض والعاجز عن العمل ظروف حياة تمنحه، دولة تتكفل به تمنحه ظروف معيشية تسمح له بالاستمرار في الحياة حتى بدون عمل. هذه الصناديق قد تضخمت الأعداد التي تستفيد منها وأثقلت كاهلها. أعتقد أن أوروبا لديها القدرة على المنظور القريب للاستمرار في دعم عديمي الدخل، ولكن شكرا. أعتذر، انتهى وقتنا، وأشكرك جزيلا دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث والدراسات، كنت معنا من بروكسل، شكرا لك.